استطلع مراسل أخبار الآن تمام حازم في حلب رأي الشارع السوري حول مرور عامين على انطلاق الثورة. نتابع. السنة كانت السنة الماضية كانت رهيرة، السنة هاي بجهود الشباب كل سوري السورية إن شاء الله جايين لبشار على عقر بيته. هالسنة صار في انحراف السلمي، احنا قلت لك بس ما زالك لسه الحراك السلمي موجود، وهو إن شاء الله بده يغلب شوي شوي بدنا نرجع نرجع الحراك السلمي لوضعه الطبيعي. نحن بعد مرور عامين على الثورة السورية الآن نحصد بذور هذه الثورة بأزهار الربيع هالثاني عن طريق انتخاب مجالس المحافظات ومجالس المدينة لبداية سوريا الحديثة، سوريا العدالة، سوريا الحرية، سوريا سوريا لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن بإذن الله مستمرين بثورتنا، ثورة الحرية والكرامة، عهدنا شهدائنا أن نستمر في الثورة، مضى على هذه الثورة سنتين، نحن هذا دليل أن الشعب السوري مصر على ثورة الحرية والكرامة ونيل حريته. نحن لما خرجنا من أول قطرة دم من حمزة الخطيب وزينب الحصني أن عهدناهم أن نسقط هذا النظام، النظام السوري النظام المجرم، وحقنا نحن متظاهرين أن نتظاهر ضد هذا النظام وإسقاط النظام، والعالم كله شهود زور على ما يجري من مجازر ضد هذا الشعب الأحزر، ضد هذا الشعب البريء الذي يطلب الحرية. مجرد القول الحرية، مجرد كلمة الحرية هي إرهابي. نحن بنظر المجرمين بشار الأسد نحن إرهابيين لأنه نطالب بالحرية، هذا حقنا إن شاء الله. نحن شعب مسالم نحب الحرية، وبإذن الله ماضوا في ثورتنا ونحن مستمرين في ثورة معركتنا مع بشار هي معركة الخير والشر بإذن الله. بعد مرور سنتين إن شاء الله نضل مستمرين بالثورة، وتعذبت العالم كثير وصار في مرار كثير وجرحى كثير ودماء كثير وشهداء كثير، من حي الشهداء والشفاء اللي جرحانا، وإن شاء الله مستمرين على العهد. عبالي يوم جاي اطلع لحتى اسقط بشار الاسد باذن الله. بس بدك تسقط بشار الاسد؟ لا، ونادي بحريتي. حريتك شو؟ شو الحريه؟ انه ندافع عن الراي.